نرجع تاني لنقطة الشناوي. البعض كان يا كريم، لان برضو الحديث كتيرة جدا، بعض استغل فكرة هنا التغيير بتاع الشناوي وقال لك ايه ده، هو إيه ليه حصل هذا التبديل، هو ليه حصل هذا التغيير. الشناوي زي ما كلنا عرفنا هو كان أصيب أو كان عنده إجهاد يوم السبت في التمرين، فطبيعي إن هو كان لازم يرتاح. لكن الرسالة اللي احنا بنتكلم فيها برضو إن موسيماني ينزله من أول المباراة، أعتقد ده كان رد يعني على بعض الناس اللي مستنية أي طبعا حاجة ترغي فيها زي ما بيتقال كده. لو ما كناش شفنا محمد الشناوي هيتقال لك اصل ده رد على مش عارف ايه، اصل ده اكيد بسبب الماتش الاخير. ما فيش الكلام ده عندنا. وعايز انا ليه برضو بتكلم في النقطه دي يا كريم، علشان انت لازم توصل ان احنا عندنا مدير فني بيحترم جدا وبيخاف جدا على الشق النفسي بتاع اللعيبه. تخيل كان ده حصل مثلا، هو في الاول في الاخر هيبقى عايز يريح، ولكن طلع هذا الكلام على الصعيد الاخر. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، الاهلي محترف، الاهلي بيلعب بشكل فعلا يعني مختلف عن اي ممكن نادي تاني. معلش احنا هنكون بقى منحازين للنادي بتاعنا، بس هو ده التاريخ وهو ده الواقع اللي احنا بنتكلم فيه. امبارح كان موسيماني حريص جدا على ان ما يكونش فيه اي تاثير ولو بشكل سلبي على اي لاعب عندنا وخاصه الشناوي. فاعتقد كان من الذكاء جدا ان هو يلعب في بدايه المباراه، وكان من الذكاء جدا ايضا ان هو يتم التبديل في الشوط الثاني. في الفتره الاخيره بشكل عام وفي مباراه امبارح بصفه خاصه، الحقيقه يعني بيتسو موسيماني ابتدى يأكد لناس كانت متشككة في بعض الأمور ان هو الحكاية مش مجرد ان هو مدير فني بيجيد التعامل مع اللاعبين ويجيد التخطيط ليهم ويجيد التعامل مع تفاصيل المباريات اللي بياخدها، لا هو كمان زي ما كانت نواند بتقول لحضراتكم كمان عنده قدرة بقت ملموسة قوي، بقت واضحة قوي في الفترة الأخيرة على كيفية الحفاظ على اللاعبين. والحفاظ على اللاعبين مش بس مقصود بيهم أو مقصود بيها إن اللاعب مثلا ياخد إنذار فيطلعه عشان يستفيد منه المباراة اللي بعدها إلى آخره، لا يعني يعرف يحافظ عليهم كلاعبين، سلامتهم وصحتهم الجسمانية والجسدية ده جانب، والجانب التاني وده الشق اللي ما يقلش أهمية بأي حال من الأحوال، وخصوصا بعد ما كلنا لمسنا إن بقت وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية المختلفة في كرابيج بتطلع منها على ظهور اللاعبين، في بعض الاحيان بيكون بشكل يعني مش موضوعي حتى. ففعلا تبصيره ان احنا شفنا محمد الشناوي بيبتدي المباراه امبارح، لو ما كانش ده حصل كان كل الناس اجمعت على ان ده شكل من اشكال العقاب او العقوبه على محمد الشناوي. وطبعا مش محتاجين نقول لحضراتكم ان محمد الشناوي دي قد ايه من الايادي البيضاء قبل كده، شيء ملوش اي علاقه بالصحه، عنده رصيد كبير جدا، وايا كان اللي حصل وايا كان اللي هيحصل مش هياثر على قيمته وقامته كحارس مصر الاول، حارس النادي الاهلي وحارس منتخب مصر. ففعلا كانت يعني حاجه ملفته جدا للنظر في بيتسو موسيماني التفصيله دي، نقطه في منتهى الاهميه.